شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن أطراف بلدات شبعة وكفر شوبة وحلتة تعرضت لأكثر من 150 قذيفة إسرائيلية. وسبق ذلك سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي أسفرت عن تدمير منزل في شبعة ومنزلين في كفر شوبة وأضرار في أكثر من 35 منزلا، كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة باب الثانية في بلدة الخيام، واستهدفت بلدة بارون أو يارون بالقذائف الفوسفورية والقنابل المضيئة، مما أسفر عن اندلاع حريق.